رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير المميز اللي شفنا فيه مودلز في أحلى إطلالاتهم وفي لمسات جمالية مميزة من الميك اب ارتست. ضيفتنا اليوم الميك اب ارتست سناء المالكي، حياك الله. حياك، نورتينا بالاستديو. نورتي عمري، حياك الله يسلمك. بالنسبة حق بداياتك، شلون بديتي مع الميك اب؟ شلون رحتي حق هذا المجال؟ بداياتي كانت صراحة مع الأهل وصديقاتي، كنت طبعا قبل ما اخذ دورات، قبل ما اتعلم الميك اب. اخذتي دورات؟ بعدين اخذت دوراتي، لان انا على طول احب اطور من شغلي وكذي. ف بالبدايه اهلي صديقاتي كانوا على طول ين عندي، انا اماكيتهم، فهالشيء كان يخليني يعطيني ثقه بنفسي اكثر، وبنفس الوقت كان يشجعني. حلو. وعلى فكره انا كنت طالبه حقوق، كنت طالبه مجتهده، هذه كلمه الشهيره. للامانه حسيت يعني من الكاريزما والطلة حسيت انك حقوقيه، ما ادري ليش كذي يعني الشعور. كنت طالبة حقوق، طالبة مجتهدة، ولكن الحب والشغف اللي فيني الميك اب خلاني اتجه للتجميل اكثر. وصراحة ممتنة للنجاح اللي وصلت له، وممتنة لكل شخص وقف معاي، وممتنة لزبايني وعرايسي بنات القبائل، وممتنة امتناء كبير حق استاذتي حنان دشتي اللي تعلمت منها وايد اشياء. اذا وجهنا تحية حبيبتي. تركتي مهنة المحاماة؟ تركت مهنة المحاماة. اي نعم، خلاص يعني توجهتي اطلاقا الميكب. كليا للميك اب، تجميل، احب كل شيء يخص الميك اب بالتجميل. اليوم نشوف في ظاهرة الارتستات ويعني ظهورهم بشكل كبير على الساحة، هل تشوفينها ظاهرة صحية؟ صراحة انا اشوفها ظاهرة صحية، لان كل ميك اب ارتست تحاول تعطي فنها وابداعها حق زباينها وعرايسها. واحنا خبيرات التجميل لازم نكون اكثر اطلاع على اخر صيحات الموضه وكل شيء يتعلق بالميك اب، مع ان انا صراحه مو مع كل هبه، ولكن عشان اوري الناس ان انا مو عتيجه واسوي كل الميك اب اللي يصير هبته اماكج. اضطر ساعات اسوي جلسات فوتو سيشن اماكج مكياج الهبه حق الفئه اللي يمكن هم يمشون يبون يحتاجون. بس انا الصراحه اشوف مو كل هبه الناس قاعده تهب فيها، الحين البنات صاروا وايد يعرفون. هبه حلوه الامانه، ساعات تصير هبه حلوه لما اشوف فيها قبول من الناس. انا امشي على الهبه. تضطرين مع انه يكون مذوقك اكيد. اي زين، شنو الهبه اللي مستحيل تفكرين تسوينها؟ الهبه اللي صدق انت من داخل كميك اب ارتست كارهتها، يعني ودك ان الناس تنساها اليوم قبل باكر. صراحه بداياتي بالميك اب سنة 2007 كان الميك اب. لا وايد رديتي انا قديمة. اي قديمة بالميك اب. 2007 لما بديت بالميك اب صراحة ما اتمنى يرد هالستايل نهائي. اللي هو اي هو؟ لا، الحواجب التشاينز الضعيفة، الالوان القوس قزح. بس ما تشوفين يعني هي حزتها كانت موضة حزتها كانت موضة. اي نعم، بس انا لو تسأليني ان ترد الموضة. في ناس الحين تسويها. اشوفهم الحين لا ما اشوف، بس ما قاموا يرفعونها لفوق، صارت سيدة كذي. صارت سيدة، الالوان تغيرت. احنا اول انا بدايتي بالميك اب كنا الشاطره اللي تبدع بالالوان. اي اخضر، الشاطره اللي تحط الوان القوس قزح. عرفتي؟ كنت لما اشوف الزباين بالصالون اقول ان اتخيلها ان لابسه نظاره. اللي لابسه نظاره زرقاء بنفسجي، عرفتي؟ فكانت الموضه حزت ايامها كانت حلوه الالوان. بس الحين لا، لا يمكن ترد الحين الالوان الصارخه، بس الميك اب يكون انعم. يعني مع التغنيه مطوره اكثر ممكن. إيه مع لمسات متطورة جديدة. يعني عندك الحين تحديد يعني ردة هبتها، تحديد اللبس، لب الستيك. اي تحديد اللبسك، تحديد الخد، الفيك. هذه فترة طويلة ترى قطعت عن الارتستات او الحين. شوف هو كل شيء قديم صراحة قاعد يرد بس بشكل احلى وارقى. يعني الحين نشوف الميك اب ارتست قاعدين يلجؤون حق اللوك الطبيعي، وايد ناس قاعده تطلب الميك اب نو ميك اب. احيانا في ناس مروا علي، ما ادري سناء مروا عليك ولا لا، او حتى انت نوال، في واحده فجاه تيجي تقول لك ابي ميك اب عزه، في ميك اب عزه. هذول والله العظيم ان تبي تروح العزه ما تبي تروح بدون ميك اب، ابي ميك اب نو ميك اب. اي صراحه شوفي الحين ساره، البنات الحين تطوروا وايد وتغيروا وايد عن اول. السوشيال ميديا صراحه تاثرنا كلنا، تعلمنا وايد اشياء.
الحين اذا تلاحظين اغلب البنات صارت اغلب اهتماماتهم بالبيت، عندك سكين كير، هير كير، الميك اب والنو ميك اب صاروا هم يسوونه بالبيت. فاحنا قليل نصادف ان واحده تجي تبي نو ميك اب، حيل قليل يعني نعدهم بالاصابع. يمكن نوع الزباين اللي يجونك سناء يعني فئه معينه ما تحتاج هذا النوع من الميك اب، او انا زبايني وعرايسي بنات القبايل اللي يبون الميك اب ميك اب الميك اب الحلو الميك اب الصح اللي هم جميلات جميلات الله تبارك حيل جميلات ما شاء الله فيهم نسبه جمال كثيره عاليه صح؟ حيل انا اشهد حيل ما شاء الله عليهم. بالنسبة حق أنا ودي أسألك بعد سؤال، إنه إذا جاتك واحدة ها قولي نوال نسيت سؤال سوي يطري على بالي أي قولي شنو يعني شعورك لما تيجي واحدة وتقول لك أنا بصير نفس الفلانية أبيك تطلعيني بالميك اب نفس الوجه الفلانية المشهورة المشهورة أي شوفي قبل كانت يعني تصير عندنا ما يزعجك هالشيء؟ هو بلا مرات يزعجنا هالشيء، بس أقول لك الحين البنات تطوروا وايد صاروا يعرفون ما يبون أي صورة تقول أبي نفس ميك اب المشهورة أو الفنانة. لما تجي عندي وتطلب ميك اب حق مشهورة أو فنانة إذا كانت ملامحها قريبة للشخص اللي طالبه نفس الميك اب عادي انا يمكن اقدر اغير صح. اقدر اغير رسمه الحلج، اصقر، اكبر الخشم، اكبر العين، بس اذا ما كان في شبه بينهم لو 10% احاول اقنعها انه فلانه ايش رايك ترى الميك اب هذا ما يناسبك انت ما شاء الله جميله جمالك وايد انه ما حلو يحتاج هذا ما يحتاج الميك اب هذا او انت مثلا عينك حلوه مرتفعه لازم انا اخليها ناعسه شوي. المهم احاول اقنعها ونوصل للحل يرضي الطرفين انه ترضيني انا وبنفس الوقت ارضيها هي بالنهايه هي الزبون الزبون على حق دائما اشوف اي دائما صادق يعني خصوصا اليوم الميك اب مثلا الكنتور تعرفين هو يصقر وهو يكبر يكبر وهو يرسم وهو يعني يسوي كل شيء اي الكنتور يعني يلعب دور يغير الوجه من عمليات التجميل بس المؤقته عمليات التجميل إيه يعني يصقر الخشم يصقر الوجه يكبر بديل يعني أحس بديل. إنه كبديل إحنا إيه الكونتور كبديل بس مو بعد نفس العملية لا يعني كذي تحسين إن تقدرين تلعبين شوي بالوجه إيه أكيد نقدر حلو الإضاءات يعني الخد إذا تبي تسقرينه تبي تقصينه ترفعينه وكذي ترفعينه العين تقدرين تسوي لها الرسمة المرفوعة اللي ترفعينها صح أو تخلين العين ناعسة إذا كانت العين مرتفعة الشفة الصغيرة نكبرها نكبرها بالضبط نكبرها من غير ما يبين حتى الخشم يرفع فوق الخشم يرفع فوق إيه في كذا طريقة نقدر صحيح زين سناء أنا بسألك سؤال بالنسبة حق العرايس لما يجونك اليوم البنات شو يقولون يقول أنا بروح الصالون وما بيقول إني عروس وبحط الميك اب العادي على بنا إنه نفس الشغل إنزين وبعدين تكتشف الميك اب ارتست ان هي عروس وتتضايق من داخل لان هي ما تكون حطت الاطلاله مالت العروس. ابي الفرق بين الميك اب العادي وميك اب العروس، ليش ميك اب العروس اغلى؟ ليش ميك اب العروس مختلف؟ البنات يقولون ترى نفس الشيء نفس الميك اب ارتست بتحط لي نفس الخطه ماني قالت له اني عروس، ليش اقولها؟ تصير مرات هالسالفه صراحه بس انا ابدا ما انصح البنات يسوون كذي ان هذا هذه ليلتك لا تبخلين على نفسك عشان مبلغ بسيط عرفتي لان يعني شيء طبيعي اهتمامنا للعروس غير عن الزبون العاديه حتى بتجهيز البشره قبل الميك اب النظاره اللي نسويها الماسكات الأمبولات الكولاجين يعني في أشياء تقدمونها كخدمة ميك اب ارتست غير عن الزبون العادية أكيد حق العروس غير يعني العروس دافعة سعرها مو بس حق الميك اب حق الاهتمام حق تجهيز البشرة قبل الميك اب التدليل والتدليع والغرفة الخاصة الدلع الغرفة الخاصة الروب اللي خاص بالعروس اللي يخليها مميزة بين الكل فأنا صراحة ما أنصح البنات يسوون هالشيء عشان مبلغ بسيط صح عرفتي حلو يعني اليوم نشوف خبيرة التجميل من يعني تتوجه تفتح لها صالون تشوفينها مع الأيام تدريجيا تنسحب من الصالون وتخلي شغلها كله بيد مساعدتها هي تشتغل عنها ما تستخدم إيدها في لا شوف يا حبيبتي نوال أنا أشوف أنه مو أنه تنسحب بس لأنه لما تفتح صالون تصير عندها مسؤوليات أكثر أكبر مسؤوليات أكبر تصير تشيك على الموظفين
تصير جاب للإدارة أو يكون ضيق الوقت عندها يصيرون عندها زباين أكثر. فأنا أشوف شيء طبيعي أن تعلم الأسيستنز ملوتها على الأقل يستلمون الزباين وهي تستلم العرايس. أنا صراحة أشوف أغلب الأرتستات كذي قاعد يسوون. زين، والزبونة مثلا تكون دافعة حق الأرتست هي تبي تحطها، ولما تيجي الصالون تبي تحط تنصدم أن مساعدتها ما يعني تزعل. شوف هني ما يكون تتصرفين معاها، لا هني لازم يكون في مصداقية عند الميك اب ارتست، لازم تبلغ الزباين ان ترى انت دافعه هالمبلغ مو انا اللي راح امكيجك، انت مكياجك راح يكون مع مساعدتي. انا استلم العرايس مثلا الميك اب ارتست، انا استلم العرايس واستلم اللي يطلبون ميك اب في اي بي، اللي يطلبون الميك اب عادي الاسيستنز مالوتي راح يستلمونك. لازم تبلغ هي الزبونه بس ما تصدمها بنفس اليوم. صحيح. عموما المتدربات اللي تحت ايدك سناء اوريدي قاعدين يعرفون التكنيك اللي انت تستخدمينه وانت مدربتهم يعني. انا مدربتهم ويعني التكنيك مالي انا بالضبط قاعد يطبقونه. يعني ممكن تعطينهم اسرار؟ اكيد لازم اعطيهم اسرار. مضطره انت؟ اكيد مضطره. بس ما تعطينا حد ثاني؟ اكيد لا، بس ان شاء الله قريبا بسوي انا والتيمز مالي قاعد نجهز حق دوره تخص الميك اب ان شاء الله قريب راح. على طاري الدورات، اليوم البنات وايد عندهم فضول وصاروا اغلبهم يعرفون يحطون حق نفسهم. انا استانست يوم قلتي لي مكياج حلو صراحه. أيه لسا تحت الهواء. انا استانست ان انا يعني خذيت شهاده من ميك اب ارتست زميله سابقه، لان قبل كان عندي ميك اب ارتست. اي فحبيت ان لاحظتي ان انا عندي هذا النوع من الثقافه. اليوم بناتنا مثقفين بالميك اب، يعرفون الصح من الغلط، ولا ستيل في يعني قصور في هذه الناحيه؟ لا البنات الحين ما شاء الله تطوروا وايد، صاروا يعرفون وايد اكثر من قبل. قلت لك السوشيال ميديا علمتنا وايد اشياء. فحتى اغلب قاعد تعلمون من النت، صارت بالبيت النت السناب، اغلب الميك اب ارتستات الحين قاعد يسوون توتوريال ميك اب. اكيد شيء طبيعي يتعلمون. اي بس انا صراحه يعني حيل مقصره مع متابعيني بالتوتوريال ميك اب، لان صدق مو فاضيه. يعني انا كل اهتمامي صاير بشغلي بس مع ديباين وعرايسي. يفرق لما تدربين لايف بالدوره عن التوتوريال؟ ليش انا اشترك بدوره اذا انت تسوين توتوريال؟ فهمتني؟ لا يعني ما يفرق. لا ما يفرق صراحه، لانه هو اهم شيء الاسرار، التكنيك اللي تعطي الميك اب ارتست. والاسرار هذه تعطينها هم بالدوره وهم بالتوتوريال؟ بالدوره بالتوتوريال نفس الشيء. حلو طبيعي. طيبه وايد. بس ان انا اشوف توني بقول الدوره اذا تكون يعني الدوره غير التوتوريال احسن، لان تشوف لايف. صح. تشوف درجه الكريم، لأن بالتصوير ساعات في فلتر، ساعات الإضاءة تكون غوية، ما تقدرين تميزين الكريم إذا كان فاتح إذا كان غامج الكونسيلر. بس إذا تشوفينه على الطبيعي لا غير. زين مثلا تيج كاستمر وتقول لك أنا أبي المكياج الفلاني، والمكياج أنت محابته ولا يعني تحسين راح يبشعها، هل تخضعين لي طلبها كونها هي دافعة سعرها وخالصة؟ شوفي انا اول شيء يعني اذا كان ان الميك اب اللي طالبتها مو حلو عليها اكيد انا اخاف على اسمي ما راح اطبقه طبعا. وبنفس الوقت لان حابه واحب وايد اطلع عرايسي وزبايني باحلى صوره طبعا، فكثر ما اقدر احاول معاها واغير فكرتها للميك اب اللي هي تبي. واذا كانت مصره؟ اذا كانت مصره قلت لك الزبون على حق انه لازم البي طلبها. بس الحين قلت لك البنات الحين صاروا يعرفون. أيه. مستحيل يطلبون ميك اب والله موجودين ما يناسبهم في ويحبون الاوفر ويحبون بس حتى اللي يحبون الاوفر صدقيني يكون حلو عليهم. حلو عليهم ما شاء الله. انا اشوف كل البنات حلوين وكل شيء يختارونه حلو. هو اذواق بالاخير يعني الذوق من وحده لوحده يختلف. اكيد. انزين بس انا بسالك سؤال عن بما انه يبنى طاري السوشيال ميديا والميك اب ارتست والتوتوريالز، اليوم المشاهير والفنانات خاصة اللي ما يكون تخصصهم بالميك اب في علاقة صارت بينهم وبين الميك اب ارت، قاموا يصير بينهم مثل الحرب الباردة، يدحرون بعض بالبرودكتس بالتوتوريالز، تلقين النصائح ممكن تختلف. يعني انت كميك اب ارتست لما تشوفين هذا النشاط او الظاهرة الغريبة مع المشاهير والفنانات شو تحسين؟ شوفي سارة انا صراحة ما اشوفها حرب. مو حرب؟ لا مو حرب، بالعكس انا اشوفها منافسه جميله وحلوه.
يمكن لأن الفترة الأخيرة صرنا ندقق وايد بالسوشيال ميديا ونشوف أدق التفاصيل، يمكن ينحس إنه في حرب. أي. بس أنا كسناء المالكي أشوف إنه منافسة ومنافسة شريفة. هذا الميدان يا حميدان، زين اللي طلع إبداعها، عرفتي؟ صح صح. بالعكس ما أشوف إنه في حرب نهائي، ومعظمهم ترى زميلاتي. على طاري الإبداع، يعني آخر فترة الأرتستات السعوديات هم اللي ما شاء الله برزوا بالساحة، يعني وصاروا هم يعني من الناس الأوائل خلينا نقول. فأنتي ايش رأيك، وين تميز الأرتست الكويتية عن هالشيء؟ ما شاء الله الفترة الأخيرة صح كلامك، السعوديات لهم فنهم وإبداعهم الخاص صراحة. بس شوي ستايلهم يختلف عن ستايل البنت الكويتيه. امبلا امبلا. اي ستايلهم شوي انعم. امبلا. إيه. وليش ما احنا يعني الارتستات اللي عندنا ما يتوجهون حق هالتوجه، مع انه اشوف مكياجهم وايد ناعم وبسيط ويبرز جمال البنت عكس ما يشوهها. بالعكس احنا نسوي الناعم، نسوي الناعم ونسوي الاوفر على حسب طلب الزبون. وترى الحين اغلب البنات صاروا يحبون الميك اب الناعم. صح. اي بس مو النو ميك اب. لا نو ميك اب هي تسويه بالبيت حق نفسها. بس الميك اب البارز. الميك اب اللي يخلي البنيه مختلفه لما تدش الصاله. يطلبونها وايد. ترى انا عندي ملاحظه على النو ميك اب، انا عن نفسي اشوفه اصعب من الميك اب البارز. اي انا وايد اصعب صراحة. يعني ياخذ مني وقت اطول لما احط الميك اب والنو ميك اب، واي غلطه صغيره تبين. صحيح. اي غلطه صغيره تبين. صحيح. انزين بسالك عن العرايس، ودي نستعرض الصور ويا بعض مع مشاهدينا، ونبي نسالك عن جدول العروس عندك. شنو تسوي لها من توصل عندك الصالون لين تدش الزفه؟ احنا صراحه انا اخلي يعني احاول اخلي عرايسي مميزين. اعطيها خدمه من A to Z. ان اتعامل مع ناس لهم اسمهم بالسوق ما شاء الله، مثل الاخ عمر ريس اكيد تعرفونه، هو ملك المسكات. عندك الابرار لمحمد حق الارواب، تسوي لي ارواب حق عرايسي. جميل. الهير ستايلست اللي انا استعامل معاهم ما شاء الله كلهم اغوياء ما شاء الله. الحين توني جايه، ترى انا كان عندي لوك وايد ناري مع الهير ستايل المبدعه، واوجه لها تحيه واقول لها يعطيك الف عافيه. اليوم صراحه بدعت الهير ستايل ابتسام صالون بيوتي باي سيسترز. فعرفتي يعني التيمز اللي اتعامل معاهم كلهم اغوياء. اي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بالعكس هذا يساعد ان اللوك يطلع شيء قوي وحلو. اي اكيد. وحتى التصوير احاول يعني اعطي العرايس مصوره ان تكون يكون عندها مصداقيه، وتكون حتى الستاف اللي عندها كلهم بنات. عدل. تصوير ارت ستار. اي للحين سناء عندنا هبه ان تحطين الميك اب نفس لون الفستان. شوفي يعني يهمك هالشيء لون الفستان؟ لا ابدا، صرنا ما نتقيد نهائي لون اللبس بالميك اب. ايام قبل كانت الزبونه او يعني غير العرايس، كانت الزبونه لما تي فستانها تخليه عندها عشان نطبق نفس اللون بالضبط. صح؟ يعني درجه لازم ما يكون في اختلاف بين الميك اب واللبس. بس الحين لا، الحين تغير السيستم شوي. انا احس ان اغلب الالوان صارت على النود والالوان الترابيه اللي يمشي مع كل شيء. اي صح. الالوان النود الحين حيل مطلوبه، حيل دارجه، وتمثل شخصيه وايد بنات صراحه. صحيح. انا من عشاق النود، النود البينك. حلو. عشاق كل البنات والله. إيه. والله كلنا نلجا للنود اذا توهقنا. اذا توهقنا دائما نلجا للنود لانه هو السيف سايد على قولتهم. أيه. الطريق الامنه. بالضبط. بالنسبه حق الموضه اللي لها الصيف وللشتاء القادم ان شاء الله، طبعا اكيد انتم كميك اب ارتست تستعينون بالرانويز، تستعينون بالفاشن شوز. أيه. بالامور اللي تختص بالموضه من ناحيه الميك اب الصيف والشتاء قصدك؟ اما لو 22. شوفي انا اشوف صراحه الميك اب ما عنده قاعده انه يتغير بالصيف او بالشتاء. التغيير اللي يصير انا اشوف بالفاشن، من اللبس، الازياء، لون الاظافر. يمكن بالشتاء البنات يميلون الالوان الحمر الدارك تون. بس انه يتقيدون انه بالشتاء يختارون الوان غير عن الصيف، لا ما له علاقه. لا لا. يعني السموكي الاسود الغامج الحمر العنابي. ايه قلت لك بالشتاء يميلون الالوان الدافيه. ايه اغمج تكون. ايه تكون اغمج. حلو جميل. استاذ
استمتعنا معك وايد حبيبتي. خبيرة التجميل ارتست سناء المالكي ونورتينا اليوم وان شاء الله لنا زين. شلون رقم التواصل او تواصل عشان يتواصلون معك؟ انا على طول احط رقم التواصل على السناب على صفحة الانستغرام. يعني لو نسوي سيرش سناء المالكي راح نحصل هيك سناء ماي تاتش. لا نوال ضروري لازم نروح نزورها. شفتي لازم نسوي عندها لا الجروبس واحد يوم برتقالي برتقالي الكلمه من حلجي لا ما شاء الله تلفتي قوي تخاطر نار اليوم. شكرا سناء المالكي على تواجدك معنا. شكرا حبيبتي ساره. نور نوركم الله يسلمك. استانست وايد بمعرفتكم واحنا اقول لكم عيدكم مبارك أيام مقدما. ايام سعيده يا رب. الله يسعدك حياتك. نوال راح نطلع هذا الفاصل عشان نستقبل ثاني ضيوفنا. نطلع الفاصل مشاهدينا.